هاني ناموس الخيار علي الذابة، علي بن مسهر الخيلي من قدم الذابة في شوطنا الثالث، حيث حققت الانتصار الكبير ب3 دقائق 5 ثواني. هكذا تواصلنا يستمر، هكذا انطلاقاتنا تستمر أيها الحفل الكريم، متابعينا عشاق الأصالة. شوطنا الرابع يأتي وينطلق، يحمل في طياته الجعادين، المقدمة والصدارة تحت شعار شليويح بن حمد العامري، من يتقدم بانطلاق شاهين إلى مستوى المركز الأول. المركز الثاني مشغل البادي بن عوض بن حمد الحرسوسي، من يتقدم بانطلاق مشغل إلى مستوى الوصاف. المركز الثالث شعار بالحطم القادم، ليتقدم بالانطلاق ذهب حمد بن سعيد بالحطم العامري، من يتقدم إلى مستوى المركز الثالث يقدم ذهب، وهو ذهب يا أبو الحطم. المركز الرابع يأتي من القادم شعار راعي الشيجة سهيل بن محمد راعي الشيجة العامري، يقدم مشكور إلى مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الوصول يأتينا من شاهين سالم بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري. هكذا الخمسة الأسماء المتقدمة، هذا الخمسة الأسماء المنطلقة، وعودة عودة مع شعار شليويح بن حمد العامري، حيث يقدم شاهين بمستوى المركز الأول، يتقدم بالانطلاق الكبير والمثير إلى صدارة الشوط. بدأ بالمغادرة شاهين، والمركز الأول شليويح بن حمد العامري، من يتقدم بانطلاق كبير ومثير إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول. المركز الثاني هنا شعار بالحطم القادم والمتقدم يقدم الذهب، بدأ بالاقتراب حمد بن سعيد بالحطم العامري، من يتقدم بانطلاق الذهب إلى مركز الوصافة. المركز الثالث راعي شيجا قادم ليقدم مشكور بانطلاق كبير بتحدي مثير، وإن شاء الله المركز الرابع ايضا الواصل والمتقدم شاهين سالم بالعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، ولكن عوده مع المقدمه، عوده صالح بن حمد بن شليويح العامري، يقدم شاهين الى المركز الاول الى الصداره الاولى، ولكن الذهب قادم شعار بالحطم القادم والمتواجد الى مركز الوصافه. من بدل مجريات الامور الله يا الذهب حمد بن سعيد بالحطم العامري، من بدل مجريات الامور في اللحظات الاخيره ليعلن انه بطل هذا الشوط، ليعلن انه بطل من ابطال الصباح، يقدم الذهب. سلامي تحياتي واحترامي، ما شاء الله. تابع شاهين شعار بالحلوس شاهين والذهب سالم بعبيد بالحلوس بن ذيبان، ما شاء الله. في اللحظات الأخيرة أعلن التحدي والإثارة. تهانينا إذا والناموس، سالم بعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، سل الدماء الشاهينية. تهانينا إذا والناموس لخيار شاهين. المركز الثاني ذهب سعيد حمد بن سعيد الحطم العامري. المركز الثالث صالح بن حمد بن شليويح العامري. تهانينا إذا والناموس. التوقيت الزمني 3 دقائق 6 ثواني، 60 جزءا من الثانية، التوقيت المصاحب لانطلاق شعار بالحلوس، حيث قدم شاهين سالم بعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري. تهانينا إذا والناموس.